في الفترة المؤخرة تم افتتاح عدة مراكز التعليم الشعبي في المنطقة أعزاز، مهرة، صهران وأخترين. نحن هنا في مركز التعليم الشعبي في مهرة نقوم بدورات اللغة التركية للمعلمين والمعلمات. سنقوم في فترة قريبة في دورات محو الأمية أيضا. حاليا نقوم بدورات التدريب المهني للذكور والإناث. هذه الدورات الهدف منها هو إتاحة فرص العمل لجميع الشباب والإناث الموجودين في المدينة وريفها. طبعا الدورات هي مجانية للجميع المتقدمين. في نهاية الدورة سيحصل المتقدم على الدورة على شهادة مصدقة من الجانب التركي التربية التركية، أيضا تعويض مادي 1 دولار عن كل يوم قضاها في هذه الدورة.